أن تكون الألبان والأجبان مغلفة ومبردة فذلك لا يعني بالضرورة أنها سليمة وصحية، فاللبنانيون لا يدركون أي مواد يدخلونها إلى أجسامهم عبر المأكولات. ما أثار هذا الأمر هو ما فوجئ به اللبنانيون في الأيام الماضية من حقيقة أن عددا من مصانع الألبان والأجبان يستعملون مادة الناتاميسين بما يخالف المواصفات اللبنانية للسلامة الغذائية، في حين اكتفت الوزارات المعنية بإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، تدبير اعتبره كثير من اللبنانيين غير كاف. اللي حصل أن المصنع قرر لأسباب اقتصادية تجارية بحتة يحط ناتاميسين، لأنه هذا بيزيد شيلف لايف، مدة الصلاحية، وبيعطيه أفضلية تجارية. اللي صار غلط، مشان هيك أصدرنا قرار منع استخدام الناتاميسين باللبنان. وتتعمد المصانع تجنب الإشارة إلى تضمين مصنوعاتها هذه المواد الحافظة لأسباب تجارية، إنه هيدي مادة معروف نوع من أنتيبيوتيك مضاد حيوي لكن للفطريات، وبالتالي إذا استخدامه ممنوع لأنه ممكن يعمل مناعة عند جسم الإنسان، إضافة للأضرار مباشرة على الفطريات بالجهاز الهضمي، وبالتالي وهي فطريات مفيدة فممكن تأثيراته على المدى البعيد تكون خطيرة. لكل هاي الأسباب ممنوع بكل بساطة. قد تبدو هذه اللحوم شهية ونظيفة، لكن شكلها المرتب هذا ربما لا ينطبق على ما تحتويه، ورغم أنه لا يوجد دليل يؤشر إلى أنها منتهية الصلاحية أم لا، إلا أن سوابق متعددة تثير مخاوف الناس. تشير أرقام جمعية حماية المستهلك إلى أن سبب دخول العديد من الحالات المرضية إلى المستشفيات في لبنان يعود لأمراض معوية وتسممات غذائية، ما يدفع بالمجتمع اللبناني إلى المطالبة بإقرار قانون الأمن الغذائي. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.